توني بوزان تحكم بذاكرتك طبيعة الألفية. بي بي سي. ماستر يور ميموري. بالمحتويات: قصة سوف تذكرها لما بقي من عمرك، كيف تستخدم كتاب تحكم بذاكرتك، الدليل على أن ذاكرتك يمكن أن تعمل نظام الربط البسيط والفعال، الذاكرة المبادئ والأساليب النظام الرئيسي، وصفوفة التدعيم الذاتي للذاكرة SIM3، الأسلوب الكامل لاكتساب قدرات التذكر، تذكر قصة حياة، قصة فيونس صاحب الذاكرة الخارقة، الرسامون، المؤلفون، الموسيقيون، الكتاب، أعظم 20 عبقري على مر العصور، ويليام شكسبير، مجموعة المسرحيات الكاملة، حصيلة المفردات، البادئات واللاحقات وأصول الكلمات، اللغات، البلاد والعواصم، ملوك وملكات إنجلترا، الجهاز العضلي للإنسان، العناصر الكيميائية، نظام المجموعة الشمسية، حفظ ما يتعلق بحياتك، ذاكرتك ومستقبلك، تاريخ الذاكرة، المبادئ الثلاثة للذاكرة، الأساليب 12 للذاكرة، هسا المبادئ الثلاث للذاكرة. مبدأ تداعي المعاني الذي يعمل عن طريق ربط الأشياء ببعضها. بالإضافة لتداعي المعاني، أدرك اليونانيون أنه لكي تتذكر شيء ما فيجب أن يكون هذا الشيء صورة ذهنية رائعة ومتعددة الجوانب الحسية، ويأتي الموقع أو المكان يقوم بمثابة العمود أو المبدأ الثالث للذاكرة. الأساليب 12 للذاكرة: الحس المتزامن الحواس، حاسة الأبصار، السمع، الشم، التذوق، اللمس، الإحساس بالحركة، وعيك بالوضع وحركة جسمك في حيزمة. 2 الحركة، 3 تداعي المعاني، 4 النشاط الجنسي، 5 الدعابة أو المرح، 6 الخيال، 7 الترقيم، 8 الرمزية، 9 اللون، 10 الترتيب أو التسلسل، 11 الصورة الذهنية الإيجابية، 12 المبالغة. الإبداع والذاكرة: طاقة زائد ذاكرة تعطي قدرة إبداعية لا نهائية. حقائق مدهشة: أثناء بطولات العالم الثمان الماضية للذاكرة، أكد كافة كبار أساتذة الذاكرة وخاصة أبطال العالم في الذاكرة مثل دومينيك أوبراين ودكتور سوزان وايتلينغ، أنهم كلما كانوا يتدربون على أساليب التذكر كلما تسعى ذاكرتهم الطبيعية والعادية. حقائق مدهشة: لقد قضى عمالة النبوغ مايكل أنجلو وليوناردو دافنشي سنوات من أعمارهم يدرسون الارتباطات الداخلية المعقدة والآليات البيوفيزيائية للجسم. حقائق مدهشة: نجوم السيارة هي كتل صخرية ضخمة تدور في مسارات حول الشمس بين عطارد والمريخ، وهي كويكبات صغيرة يوجد منها ما يقرب من 40,000 كويكب. كتاب تحكم بذاكرتك لتوني بوزان.